تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لتكريم بعض ما يسمو بالمشاهير. طبعا في فعالية اختارت اسم رنان مسمى ملتقى الإعلام الجديد. طبعا هذا الملتقى أقيم في جدة، أكيد كان في ردود فعل كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الأغلبية ردود فعل فيها تساؤلات وفيها استياء حول الجهة المنظمة وأيضا المعايير التي تم على ضوئها اختيار الأسماء المرشحة. وعلى ضوء ذلك صرحت قبل قليل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأنه لا علاقة لها بتنظيم هذا التكريم، وأنه سيتم استدعاء المسؤولين عنه في الرياض. حتى يبدو لي أني أنا قلت أنه هذا الملتقى كان في جدة، هو فعليا كان في الرياض. أكيد رح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. نرحب بضيفنا في الاستديو بالأستاذ محمد الوهيبي، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أكيد في البداية نبغى نعرف تفاصيل هذه القصة من الناحية القانونية. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني يمكن احنا من امس شفنا مثلنا مثل غيرنا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني رده فعل بالنسبه لي انا كمواطن قبل حتى اني اكون قانوني او شيء، هي رده فعل ايجابيه ورائعه جدا، تؤكد وعي المجتمع ببعض التفاهات التي يتم تقديمها من خلال مثل ما ذكرتي في بدايه الفقره مسميات رنانه او اسماء رنانه او الى اخره، اصبحت الحمد لله لا يعني يستطيع خداع المجتمع من خلالها بهذه المسميات. يعني مع الأسف أمس أنا شفت مقتطفات من المقاطع المتداولة طبعا تحتوي على كثير من المخالفات وبعضها قد ترتقي إلى جرائم. يعني منها هو أمر مضحك مبكي، يعني في المقدمة كان مقدم الملتقى أو الحفل أو الاجتماع أو التجمع أو أي المليون مسمى اللي سمعناها من أمس إلى اليوم، ذكر أنه تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام. المملكة العربية السعودية لا يوجد لديها وزارة اسمها وزارة الثقافة والإعلام، يعني إلا إذا كان المقصود وزارة الثقافة والإعلام في دولة أخرى، الله أعلم. فطبعا الأمر هذا أكيد أنه غير مقبول، ونشكر طبعا هيئة الإعلام المرئي والمسموع سرعة استجابتها. يمكن شفنا بيان صدر قبل تقريبا ساعة ونص أو ساعتين يؤكد عدم وجود أي تصريح أو أي تراخيص خاصة بهذا الملتقى. الملتقيات المملكة العربية السعودية في مرحلة تطور وفي مرحلة انفتاح كبير جدا، وتدعم كل ما يرفع من الوعي من الثقافة، وتكرم كل من يستحق التكريم. ولكن أن تقوم بإنشاء ملتقى وتعطي صفات لأشخاص لا يمتلكون هذه الصفة وتفرضهم على مهنة مثل مهنة الإعلام، أعتقد هذا أمر غير مقبول. ويمكن إحنا أنا يعني شفت كثير من حسابات الأساتذة الإعلاميين والإعلاميات رافضين لهذا المبدأ، وهذا حق لهم. أن يتم انتهاك حرمة مهنتهم بهذا الشكل بالتأكيد أنه أمر مرفوض ولا يليق أن يتم السكوت عنه. والحمد لله أن وجدنا يعني سرعة تجاوب بهذا الشكل. يمكن لو كان المسمى مختلف شوي للملتقى نوعا ما ممكن كان الواحد ها يبلعها على قولتهم، يعني لكن إيش يعني سيرك المشاهير يعني ولا إيش ممكن سيرك المشاهير؟ أنا أعتقد أنه مناسب، خاصة أنه بعض من تم تكريمهم يعني راكب على الكاركتر حقهم. محمد خليني أخذ نفس كذا. أنا المفروض أني أدير الحوار معك اليوم بطريقة محايدة، مفترض أن احنا نكون، أنا مش قادرة أكون محايدة صراحة، أنه أنقل الصورة للجمهور اللي قاعد يتابعنا بطريقة محايدة، لنا ضد لنا مع. لكن أنا بصراحة أنت تفضلت وقلت كلمة شيء يمكن قد يكون محزن وجارح لبعض المهنيين في مهنة الإعلام. جميل. أنا يمكن كنت أقول كأنها بالضبط اللي حصل هذا، كأنه مثلا مع طبعا مع حفظ الاحترام والتقدير لكل الهيئات، مثلا أتخيل هيئة الأطباء مثلا، هيئة خاصة بالأطباء قررت تكرم هيئة المهندسين على أنهم أفضل أطباء، فجابت مهندس وكرمته على أنك أفضل طبيب. على الأقل هذا يمتلك مهنة، يعني على الأقل طبعا. لكن احنا طبعا مع احترامنا للمؤثرين ومع احترامنا للمشاهير، واتفر كان
يعني محتواهم، واكيد هنتكلم على ما نراه في المحتوى والتصنيف، لكن محمد انت من وجهة نظرك ومن الجانب القانوني، هل يدخل المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هذه الكاتيجوري او هذه المجموعه انه اعلامي، خاصه ان هم في المقدمه اللي شاهدناها في هذا الملتقى عرفوا انه الان الاعلام الجديد والاعلام الحديث، وكان الاعلام الجديد والحديث يعني محى الاعلام التقليدي ومحى الاعلاميين بصفتهم، سواء كانت الصحفيه بالاعلام المقروء او المرئيه في الاعلام المرئي، والان اصبح الاعلامي هو المؤثر اللي عنده سناب شات وقاعد ما اعرف قاعد يقدم. ف يعني هل ترى ان هذا من المنصف، ومن هو المؤثر ومن هو الاعلامي ودخل الحابل على النابل؟ طيب شوفي يا استاذه لبنى، الاعلامي السعودي اعلامي معروف ومشهور ويتم تكريمه من قبل الجهات المخوله بهذا التكريم. لا ينتظر الاعلامي السعودي الحقيقي ان يتم تكريمه من قبل جهات او من قبل يعني منشآت أو تجمعات أو جمعيات أو أيا كان تحت أي مسمى كان. فالحمد لله المملكة العربية السعودية تقوم بدعم كبير جدا للإعلام بشكل يعني ملحوظ على كافة الأصعدة الإعلامية. يعني الحمد لله نمتلك من الخبرات السعودية، طبعا أمس كان في من ضمن الحضور نسبة كبيرة جدا غير سعوديين وتم تقديمهم على أنهم إعلاميين سعوديين. المملكة العربية السعودية تمتلك من أبنائها وبناتها الإعلاميين والإعلاميات ما نفخر بهم وننافس، فلسنا بحاجة أن يقوموا بإدخال مسميات أخرى. أنا أعتقد أنه هذا الفعل هو ردة فعل طبيعية لما شاهدناه قبل تقريبا أسبوع من البيان اللي صدر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، والذي نص على منع الغير سعوديين على ممارسة نشاط الإعلانات. صحيح صحيح. أستاذ محمد إحنا أكيد مكملين معك، ولكن تسمح لي الآن نأخذ هذا الاتصال بشكل عاجل، يعني أكيد مكملين، لكن خلينا نأخذ عبر الهاتف الأستاذة كوثر الأربش اللي كانت مدعوة في الملتقى وألقت كلمة فيه. أهلا وسهلا فيك أستاذة كوثر. أهلا ومرحبا. يعني تداول كثير من في التواصل الاجتماعي البارحة أنه تواجد الأستاذة كوثر الأربش، ويمكن كنت من الحضور في هذا الملتقى وغردتي من قبل قليل عبر تويتر بجزء من الكلمة اللي ألقيتيها، والتي كنت يعني وكانت هذه الكلمة حول المشاهير الذين لا يملكون أي محتوى. لو تكلمينا بشكل مبسط عن كلمتك في هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا اولا على الدعوة للمشاركة في هذا الموضوع، يعني متابعة ما يحدث على الساحة. عندكم ازعاج حبيبي، ما اسمع صوتي. الصوت مو واضح. الان تقدري تستأنفي. كان اسمع صوتي. ايوه تفضلي. نسمعك احنا بشكل جيد، تفضلي. نعم، انا طبعا لما دعيت للمشاركة كنت بصدد الحديث عن صناع المحتوى أو صناعة المحتوى. حاولت أتكلم من عنوان المحتوى. الصوت مو واضح أستاذة كوثر. واضح؟ ثواني. طيب كده واضح؟ أي تفضلي. أيوة تفضلي. أنا طبعا عنوان الملتقى كان صناعة المحتوى فن، فأنا حاولت إني أفصل في موضوع الفن هذا حتى بالمدارس الفنية المعروفة، يمكن المختصين يعرفون أن الفن أنواع أو مدارس، هناك مدرسة كلاسيكية، هناك مدرسة رومانسية، هناك مدرسة تجريدية، فهناك نوع من الفن يمكن يغيب عن كثير من العامة الناس، يمكن يعرفونها المختصين أكثر، اسمها المدرسة البرناسية. المدرسة البرناسية مفهومها أن ما تحمل الفن مسؤولية الإصلاح الاجتماعي ولا تحمله رسالة. هذا توجه معروف في مدارس الفن، وإله طبعا دعاة وإله منظرين. طيب ومعروف على الوقت أستاذة كوثر، يعني اسمحي لي أسألك عن شيء مهم، يعني برأيك الشخصي هل تنظيم مثل هذه المؤتمرات بينعكس بشكل إيجابي؟ طيب سريعا من فضلك. أنا كنت بقولها أن في توجه
في الفنون ان هي لا تدعو الى تحميل الفن مسؤوليه الرساله. هذا الامر موجود، هل انا اقبله شخصيا؟ انا لا، انا انسانه احمل رساله وكثيرين من الناس عندهم رساله، ولكن هذا الفن موجود. فانا تحدثت عن كيف التعامل مع هذا التوجه. طيب شكرا، وصلت الفكرة أستاذة كوثر. نعم، هذا بالنسبة للمحتوى وكلمتك، وصلت الفكرة شكرا. نعم. برأيك الشخصي هذا النوع من تنظيم الملتقيات والمؤتمرات هل بينعكس بشكل إيجابي أم سلبي؟ الفكرة بحد ذاتها جدا إيجابية لكل زمن رجالة، ولكل زمن دعاة ومن الثمن. فما في مانع ابدا، انا لا ارى ابدا اي اشكاليه. جميل. وبالعكس ادعو لهذا الشيء، ولكن كان يفترض الاهتمام بنوعيه المكرمين. هذا عبء يلقى على المنظم نفسه، وش رؤيته؟ وش توجهه؟ مين يبغى يدعم؟ الفكره بحد ذاتها جدا مطلوبه ورائعه يعني، بس يفترض انه يراعي النوعيه، المساله النوعيه هذه يفترض انه يراعيها. طيب أستاذة كوثر شكرا جزيلا على هذه المداخلة اللي وضحتي فيها بالضبط إيش كان المقصود من هذه الكلمة. رجع لك أستاذ محمد، يمكن وضحت الأستاذة كوثر أن هي تؤيد مثل هذه الفعاليات وهذه، وأكيد ما حد هيرفض هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة زي ما هي تفضلت لكل زمن رجاله. إحنا خلينا نقول لكل زمن وسائله ونظرته ورؤيته وأفكاره ورجاله أكيد، ولكن هل هذا هو مخرج أقدر أقوله أني أقبل فيما يحدث الآن على الساحة من المشاهير والمؤثرين وتصنيفهم كإعلاميين؟ ممتاز. طبعا هو أكيد أنه لكل زمن أدواته ولكل زمن رجاله وإلى آخره، ولكن وفقا لضوابط معينة ووفقا لأنظمة معينة. إحنا في المملكة العربية السعودية لدينا عاداتنا، لدينا تقاليدنا، لدينا الأساس والأصل هي الشريعة الإسلامية، فكل ما يخالف ذلك بالتأكيد أنه مرفوض لدينا في المملكة العربية السعودية. فأي ملتقى يكون هناك أو يكون به محتوى لا يليق بالمجتمع السعودي أو لا يليق بسمعة المملكة العربية السعودية أكيد أنه بشكل كامل مرفوض. يعني أنا لا أعمم، ولكن فعلا أحزنني وجود بعض الأشخاص الذين تم دعوتهم لمثل هذا المحفل، لأنه نعلم جيدا أنهم أشخاص مؤثرين بشكل إيجابي في المجتمع ولهم قيمتهم لدى الشارع العام. مش هذا المطلوب يا أستاذ محمد. بالضبط. لكن في المقابل تم دمجهم مع من؟ تم دمجهم مع أشخاص ليس لديهم قيمة اجتماعية وليس لديهم فكر، لديهم انحراف أخلاقي واضح، ما يحتاج أنه أحد يقول أنه حنا نفسر، لا يعني هم من أساءوا لأنفسهم بظهورهم في السوشيال ميديا بشكل، أنا بحاول ألطفها لكن ما في بعضهم. البعض من اللي كانوا موجودين امبارح وكربوا، بعضهم نعلم جميعا إن عليهم قضايا، وبعضهم في أمر بإغلاق حساباتهم، وبعضهم داخل في مشاكل كثيرة في الوقت الحالي، في الوقت الراهن، متزامن مع الفترة اللي هم أتوا فيها وحضروا مثل هذه الفعالية للتكريم. كيف تعقب على هذا الموضوع؟ شوفي، وجود القضايا ما هي إشكالية بقدر ما أنه أنت قاعد تكرم الشخص هذا على ماذا؟ على فساده الأخلاقي؟ على إغلاق حسابه، اللي طالع أمر بإغلاق حسابه وعلى فساد أخلاقي؟ يعني أنت الشخص هذا كان يظهر بمظهر غير أخلاقي نهائيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما زالت. طيب. فهل تقوم بتكريمه بهذا الشكل؟ طبعا أنا واثق ثقة كاملة وتامة بأن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ستقوم باتخاذ الإجراءات الكاملة، وقد يكون هناك دور كبير جدا للنيابة العامة في بعض المخالفات. هذا اللي كنت أبغى أسألك عنه أستاذ محمد، عفوا، يعني في مطالبات أنه يتم التحقيق من قبل المنظمين ولا حتى التكريم بناء على أي معايير صارت، يعني في مطالبات بالتحقيق، فهل هذا شيء وارد؟ وما العقوبات المتوقعة منها؟ ممتاز. طبعا العقوبات وفقا للنظام هيئة الإعلام المرئي والمسموع طبعا هي عقوبات غرامات مالية وإغلاق للحسابات وإلى آخره، هي فقط ليست للمنظمين. نعم. للمنظمين ومن دعموا. بمعنى الحضور أيضا إذا لم يثبتوا بأنه تم الاحتيال عليهم أو تم إيهامهم بأنه هذا الملتقى نظامي وأنه مصرح له وأنه مرخص له وإلى آخره. أنا الحين جتني دعوة، معلش خلينا نكون منطقيين، واجبك تتأكدي من صحة هذه الدعوة. يعني الآن أنا خليني ألبس قبعة المدعوين، أنا جاتني دعوة ولبيتها، أنا شبهتم في الدعوة غير متى وأين ومين المدعوين؟ أغلب الناس يقول لك والجهة ما يهمني قد مين حاضر، أغلب الأسئلة يجي لك بعض، سامحني، البعض اللي يبغى يستغل فرصة النتوركينج، والله مشاهير فرصتي بروح منشن
انت صور سنابات ومنشن وهذه لغتهم اللي يتحدثوا فيها. ادفع الثمن. تفريطك بعدم معرفة الجهة اللي انت رايحت لها ونظامية العمل اللي انت ستشاركي ستكونين جزءا من عدم يعني عدم بحثك او عدم تأكدك من نظاميته ادفع ثمنه. طيب عفوا والرعاة ايش وضعهم؟ الرعاة اذا طبعا فئتين، في فئة تعلم انه هذا العمل مخالف فهؤلاء يعتبرون شركاء، يعني هيئة الصحفيين من ضمن اللوجو اللي كان موجود، فيعني هل ممكن يكونوا من الناس اللي ممكن يدوا تصريح؟ هل يحق لهم يعني ما ادري انا اسال؟ لا الجهات او الجمعيات هي جهات تاخذ تصريح حتى لو رغبت تقوم هي بفعاليات، فليست جهه ان تقوم باعطاء تصريح لانشاء فعاليات، علما بانه ترى اصدار التصريح مو من جهه واحده، وزارة الداخلية لها علاقة، وزارة الموارد البشرية لها علاقة، أعتقد عن طريق موقع هيئة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، هي موقع نعم يدخل عن طريق، وأيضا لازم أنك تأخذ موافقة من وزارة الداخلية، صحيح، ولازم أنك تأخذ موافقة من وزارة الموارد البشرية بصفتها مرخصة للجمعيات وللهيئات وإلى آخره. ولكن يعني أرجع لسؤال الأستاذة رؤى فيما يخص موضوع الرعاة، الرعاة فئتين، في منهم يعلم أنه هذا العمل غير نظامي ولكن هدفه ربح مادي فبالتالي هو يعتبر شريك أساسي، ومنهم من تم التحايل عليه أيضا، يعني تم إيهامه أنه والله ترى هذا المعرض أو هذا المؤتمر تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام اللي ما هي موجودة في السعودية أصلا يعني. طيب فهذه تدخل في واقعة جنائية، واقعة احتيال. طيب أستاذ محمد خليني أخذك، يمكن تكلمنا على الجهات وتكلمنا على الرعاة، خليني أخذك يعني كيف أقولها للإعلاميين، البعض القليل من الإعلاميين المفروض أنه هو إعلامي وعارف هو حجمه وعارف اسمه وراح لبى الدعوة، وكان يعني للأسف الشديد أنا أرى أن الإعلامي اللي يلبي مثل هذه الدعوات أرى شخص مش عارف طريقه وين. أنا يعني صحح لي، لأنه أنت الآن إعلامي رايح تتكرم زيك زي المؤثرين في حفل قالك الإعلام الجديد ومش عارف إيش، لمجرد أني أكون ضمن الترند ومجرد أني أكون ضمن السبق ومجرد أني يعني أركض. نرى كثير من الإعلاميين الآن بسبب الشهرة وما تأتيه الشهرة وما تكسبه الشهرة للأسماء صار يفسخ أو يزيح قبعة الإعلامي الوقور صاحب الرسالة ويركض زيه زي المشاهير، يركض وراء السنابة والمنشن وما شابه. لذلك يمكن اللي رأيناهم متواجدين هناك لا همه إيش الترخيص ولا همه هذا وين رايح، همه أني ألحق وأتكرم وأخذ هذا الدرع اللي شفناه. شوفي أنا أعتقد والله أعلم، أنا ما ودي أحكم بشكل سلبي أو لا أعمم، أنا مثل ما قلت لك يعني هناك شخصيات كانت مدعوة إيجابية ونعلم جيدا حتى على الصعيد الشخصي أنهم ناس لهم احترامهم المهني ولهم قيمتهم المهنية، ولكن يعني أنا شبه متيقن أنه كان هناك خدعة تمت على هؤلاء الأشخاص. يمكن ذكرت الأستاذة كوثر قبل قليل أنه كان حتى المسمى مختلف، كان مسمى صناعة المحتوى ولم يكن الإعلام الجديد وإلى آخره، فبالتالي أعتقد أنه كان في تلاعب بالمسميات، كان في تلاعب يعني أعتقد أكثر من أنه شخص يطلع على منصة ويقول لك أنه هذا الحفل أو هذه الفعالية تحت إشراف جهة حكومية وهو كاذب أو غير صحيح. طبعا مو أنا اللي أقول أنه كاذب، الجهات الرسمية صدر البيان، البيان هو الذي قال بأن هذه الفعالية قامت وأنشئت بشكل غير نظامي وغير مصرح له. بعدها ننتقل إلى موضوع ما هو المقياس الذي تم الاختيار عليه للأشخاص اللي تم تكريمهم. أما أني أنا أقوم بمنح لقب إعلامي، أنا لست إعلاميا ولكن أشعر بالحرقة فعلا الخاصة بالإعلاميين، لأني أشاهد وأنا يعني أعتز بصداقة إعلاميين وإعلاميات كثير جدا سعوديين وسعوديات، وأشعر بحجم العمل والجهد والتفاني في العمل الذي يقومون به لتقديم صورة مشرفة للوطن عن الإعلام، فيأتي مؤتمر أو ملتقى بهذا الشكل ويسيء ويهدم أو يشوه صورة الإعلاميين والإعلاميات السعوديات، أنا أعتقد أنه أمر غير مقبول. وأتمنى بالفعل، أنا أشوفهم ما حد ساكت من الإعلاميين والإعلاميات، لكن أتمنى بالفعل أن تكون هناك وقفة جادة بالرفع للجهات المختصة، جيبوا لنا حقنا. صحيح، احنا تشوهت سمعتنا، يعني هذا شيء مرفوض، يعني استغلال الألقاب في غير أماكنها أو توظيفها في غير أماكنها هذا شيء مرفوض. وللأسف أنه مو كل شخص عنده رقم معين في مواقع التواصل الاجتماعي يحق لي أنه هو يكون مشهور أو حتى مؤثر، وحتى التأثير ممكن يكون بالإيجاب زي ما يكون مثلا بالسلب والعكس. ولكل مهنة أنا بالنسبة لي لها قدسيتها، والإعلامي يحمل رسالة لكن للأسف صار المعنى في اطفاد، وكثير من الإعلاميين بدأوا يتخلوا عن هذا اللقب حتى يحموا نفسهم من أنواع الإساءة اللي ممكن نشوفها
على الأماكن العامة أو الببليك يعني. أنا أشكر وجودك اليوم معنا أستاذ محمد الوهابي ونورتنا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مشاهدينا حنطلع فاصل سريع من بعد نكمل باقي الفقرات.